بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض منهج الساينس لبرايمري 5. احنا حاليا في ليسن فود ريليشن شيبس امونج ليفنج اورجانيزمز، وكنا بدانا في الدرس ده مع بعض في الفيديو اللي فات، واتكلمنا على ان احنا عندنا 3 تايبس اوف فود ريليشن شيبس، عندنا 3 انواع من الفود ريليشن شيبس. عندنا نوع اسمه بريديشن، وعندنا نوع اسمه سيمبيوسس، وعندنا نوع اسمه سابروفايتيزم. وكنا بدأنا في البريديشن في الفيديو اللي فات، وتكلمنا ان البريديشن ده عبارة عن ريليشن شيب، وان هي تيمبراري فود ريليشن شيب، هي عبارة عن علاقة اكل مؤقتة that end by devouring the prey or part of it، هي بتنتهي بنهاية البري او جزء منه. وقلنا ان البريديشن مش بس موجود في الانيمال، البريديشن موجود في الانيمال وفي البلانت. طيب لو ما شفتش الفيديو اللي فات لازم تشوف الفيديو اللي فات، هتلاقي اللينكات تحت الفيديو ده في الديسكريبشن، لازم تكون شفت الفيديو البارت الاول من الفيديو ده او من الدرس ده. النهارده هنبتدي نتكلم على حاجه اسمها سيلف ديفنس، وسيلف ديفنس يعني دفاع عن النفس. هل الكائنات اللي هي البري الضحيه هل هتوافق ان هي تتاكل بسهوله كده؟ اكيد لا. اكيد الكائنات الضعيفه دي اللي هي بتتاكل زي الدير وزي الكائنات البسيطه هتبتدي تدور على ways of self defense، way to defend themselves against predator، هيحاولوا ان هم يدافعوا عن نفسهم ضد البريديتور اللي بيهجم عليهم. يبقى هنا هتكلم على ايه؟ many living organisms have different ways to defend themselves against predator، في كائنات ليها طرق مختلفة علشان تدافع عن نفسها ضد الأعداء. خلينا نتكلم دلوقتي على self defense methods. أول طريقة ممكن يعملها الكائن الحي علشان يدافع عن نفسه حاجة اسمها camouflage، والكاموفلاج في حاجة شبهه اسمها ميميكري. إيه الفرق بين الكاموفلاج والميميكري؟ خلينا نبدأ الأول بالكاموفلاج. كاموفلاج ده عبارة عن طريقة بتعملها الكائنات الحية علشان تدافع عن نفسها ضد الأعداء، عن طريق إن هي بتغير شكلها وبتغير لونها to simulate the color of the environment where it lives، عشان يناسب ويبقى شبه البيئة اللي هي عايشة فيه. لو احنا تعالوا نشوف الفيديو ده، بص كده الفيديو ده، في الفيديو ده هتلاقي ان دي شجرة في البحر وعادية خالص، في سمكة هي ماشية جنبها وبتلعب، وفي دي زرع الطحالب. شفت المفاجأة؟ طبعا انت ايه اتخضيت، لان هو كان عامل ايه؟ هو كان عامل تخفي. شفت كده؟ قبل ما هو كان عامل نفسه ايه؟ عامل نفسه قاعد جوه الشجره دي، وعامل نفسه لونه زيها بالظبط. طلع في الاخر ان هو سيبيا اللي هو الايه، نوع من انواع الاخطبوط. وايه وام ناشر الايه، لما حس بخطر ام ناشر الحبر بتاعه، هو اسمه الحبار، ونشر الحبر بتاعه واختفى عن الايه، عن اللي احنا كنا شايفينه. ماشي، ده الشكل اهو اللي احنا كنا لسه بنبص عليه دلوقتي. طيب يبقى انا عندي اول حاجه اسمها كاموفلاج. الكاموفلاج دي عباره عن فينومينن، دي ديفينيشن بتاعها، فينومينن باي ويتش ليفينج اورجانيزم كان تشينج، دي عباره عن حاجه او ظاهره في الحياه. الليفينج اورجانيزم كان تشينج اتس كولر، الكائن الحي بيغير لونه to simulate the color of the surrounding environment. طب ليه بيعمل كده؟ to hide from enemies، بيعمل كده عشان ايه؟ يستخبى من الايه، من الاعداء بتوعهم. يبقى الايم المهمه في الموضوع ده هي ايه؟ to hide from enemies. واكزامبل على الكلام ده هو الباترفلاي. انت طبعا بقى ايه، ممكن تكتب على يوتيوب كاموفلاج وتتفرج على كميه الفيديوهات الغريبه للكائنات ازاي بتستخبى، حاجه يعني سبحان الله غريبه جدا، وتشوف بقى ازاي بيستخبوا وازاي بيعملوا خدع وكده. اكزامبل على الكلام ده الباترفلاي سيميوليت ذا كلر اوف تري، تلاقي الفراشه لونها عامل زي الشجره بالظبط، وسام فروج بعض الضفادع،
والكاتل فيش اللي احنا لسه شايفينها والكاميليون. الكاميليون من اشهر الحاجات اللي بتعمل كاموفلاج. طيب ايه تاني يا مستر؟ في الميميكري. الطريقه الثانيه من السيلف ديفنس، من طرق الدفاع عن النفس، هي الميميكري. الميميكري دي طريقه خداع، ان كائن ضعيف بيبان اكنه كائن شرير. يعني بص، في كائنات بتخاف من من الواسبس. الواسبس اللي هو الدبور، الدبور ده بيقعد يزن كده جامد قوي، فتيجي النحلة تعمل لون شكلها اللي هو الاصفر والبني والحاجات دي تبان اكنها دبور، وكل اللي يشوفها يقول ايه ده دبورة، ما بعيد عنها وهي اصلا مش دبور ولا حاجة، انما هي متنكرة عاملة تنكر. طيب definition phenomenon by which، ده الميميكري بقى، by which harmless living organism imitate، يعني تتخفى او تقلد other living harmful او other kind of harmful or poisonous living organism to frighten their enemies، عشان تخوف الاعداء. يبقى to frighten their enemies، ده الميميكري عشان تخوفه، انما الكاموفلاج to hide. خلاص طيب. give reason some bees، بعض النحل look like wasps by forming lines on their bodies to escape from enemies. ممكن تقول بس كده ايه to escape from enemies. طيب ده كده بالنسبه للبريديشن. بسرعه كده هفكركم بالبريديشن. احنا قلنا ان البريديشن هي اول طريقه من او من طرق الفود ريليشن شيبس، و يعني اول واحده من الفود ريليشن شيبس. بعد كده هنتكلم على السيمبيوسس، بس البريديشن هي اول حاجه، وقلنا ان هي تيمبراري ريليشن شيب ذات اند باي ديفورينج ذا بري اور بارت اوف ات، بتنتهي بنهايه البري او جزء منها. والبريديشن ان بلانت او سوري البريديشن ان انيمال اللي هي الكارنيفورس، قلنا ان في بريديتور وفي بري، وفي بريديشن ان بلانت، واتكلمنا عن طرق السلف ديفنس اللي هي الكاموفلاج والميميكري، ولازم تحفظه. طيب الطريقه الثانيه من طرق او من تايبس اوف فود ريليشن شيبس، احنا قلنا ان التايبس اوف فود ريليشن شيبس احنا عندنا بريديشن وايه وسيمبيوسس وسابروفايتزم. خدنا البريديشن، تعال نبتدي مع بعض في السيمبيوسس. والسيمبيوسس موضوع طويل شوي ولكنه ممتع برضو. كلمة سيمبيوسس هي تبادل منفعة. تبادل منفعة يعني ايه؟ او تبادل عموما. تبادل بمعنى ان انا مثلا يعني عندي احنا مثلا انا معايا اكل، معايا عيش مثلا وباكل، وانت معاك جبنة ومعاكش عيش، وانا معايا عيش ومعيش جبنة، فنيجي نقول لبعض ايه؟ ما تيجي نعمل مشاركة، ان انا اديك حتة جبنة وانت تديني حتة عيش. فاهمين الفكرة؟ وبالتالي انا هقدر اكل عيش وجبنة، يعني فاهمين الفكرة؟ بقى في مشاركة. السيمبيوسس هو حاجة شبه كده. في بعض الكائنات ما بتقدرش تعيش لوحدها، يعني الأسد لما كان بيجوع كان بيروح يعمل بريديشن، فهو كائن قوي بيقدر يعمل ده، إنما في كائنات تانية ضعيفة شوية بتشارك اللي حواليها. بس الفكرة كلها إيه نوع المشاركة؟ فتعالوا بس نقرأ الأول يعني إيه سيمبيوسس ونفهم الموضوع أكتر بالتفصيل. Symbiosis. It is a common food relationship. دي عبارة عن relationship مشهورة جدا between two different types of living organism. ما بين different types of living organism. ما بين كائنات حية مختلفة كتير جدا.
one benefit from other, واحد بيستفاد من التاني, and doesn't harm it, والحكاية دي اسمها commensalism. يعني لو واحد بيستفاد وما بيضرش اللي حواليه اسمها commensalism, ولو هو الاتنين بيستفادوا اسمها mutualism, ولو واحد بيضر اسمه parasitism. طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجة, السيمبيوسس غريب شوية, ولكن بعد كده تكتشف ان هو تافه. بس ركزوا معي, انا هعمل مشاركة بين اتنين كائنات حية. المشاركة دي ليها تلات انواع. ممكن تكون mutualism, وممكن تكون commensalism, وممكن تكون باراسايتيزم. ودي اخطر واحدة, دي شريرة جدا على فكرة. يعني الباراسايتيزم دي شريرة جدا, هنعرفها بعد كده. فالسيمبيوسيس هو واحدة من التلاتة دول, هيحصل مشاركة بطريقة من التلاتة دول. تعال نشوف اول طريقة وتاني طريقة من المشاركة. انا هبدأ الاول بالميتيوالازم. ميتيوالازم يعني ايه؟ جاية من ميتيوال, يعني في مشاركة بين الاتنين, ان الاتنين هيحصلوا على نفع, الاتنين هيحصلوا على نتيجة, والاتنين هيستفادوا. both of them get benefit, الاتنين استفادوا. يعني food relationship between two living organisms where both get benefit. انا مثلا بعمل, انا معايا زي ما قلنا معايا اكل وانت معاك اكل, فانا بقول لك ايه, بص انا معايا سندوتشات كذا وانت معاك سندوتشات كذا, تيجي نشارك الاكل ده مع بعض, انا اكل جزء من اكلك وانت تاكل جزء من اكلي, وبالتالي احنا الاتنين استفدنا, او انا اديك فايدة وانت تديني فايدة, او مثلا زي ما يكون اتنين شغالين عند بعض. انا موظف في شركة, فانا موظف في شركة يعني ايه, انا بروح الشركة دي اديهم شغل واشتغل عندهم, واخر الشهر بيدوني فلوس, ففي تبادل منفعة, انا بفيدك وانت بتفيدني, دي اسمها mutualism, both get benefit, الاتنين بيستفادوا. وده يا شباب موجود في نوع من انواع البكتيريا اسمه نيدولار بكتيريا, وده من اشهر الاكزامبلز على الميتيواليزم واللي بتيجي في الامتحان دايما. ايه موضوع النيدولار بكتيريا؟ في بعض الكائنات او البلانتس يعني النباتات زي البينز, زي الفاصوليا وزي الفول وزي الحاجات دي, النباتات دي عندها مشكلة في حاجة اسمها نيتروجين. يعني ايه نيتروجين؟ النيتروجين ده حاجة من الحاجات اللي البلانت بيحتاجها علشان يعمل بروتين. انت لما تاكل الفول, فالفول ده من ضمن مكوناته البروتين, فالنبات بتاع الفول وهو بيتزرع بيبقى عاوز نيتروجين دايما, بيبقى عاوز ايه؟ نيتروجين, وما بيقدرش ان هو يحصل على النيتروجين, فتجيله بكتيريا مفيدة اسمها نيدولار بكتيريا. البكتيريا المفيدة دي, النيدولار بكتيريا دي and leguminous plant دي such as beans, بتروح للبلانت, بتروح للبلانت روتس, بتروح للايه, للجذور بتاعته, وتروح تكلم البلانت. طبعا احنا بنتخيل او ده مش ده اللي بيحصل, بس يعني مش بيتكلموا كلام يعني, بس بتقول له انا هديك نيتروجين. البكتيريا تقول له بص يا عم, انا هروح ادور لك على النيتروجين واجيبه لك لحد عندك, ومقابل ان انا اديك النيتروجين يا بلانت تديني شويه سكر, تديني شوجر. وبتحصل فعلا العلاقه دي, ان بكتيريا فيكس نيتروجين ان اورجانيك بلانت, ان اورجانيك بلانت او ان اورجانيك فروم ان سوري ان اورجانيك فورم تو بروفايد ذا بلانت وذ ات. بكتيريا فيكس نيتروجين ان ان اورجانيك فورم تو بروفايد ذا بلانت, عشان تغذي البلانت وذ ات. والبكتيريا طيب benefit from sugars which are made by plant, يعني هي بتستفاد بالشوجر اللي ايه بياخده البلانت during ايه food sense process. هقول لكم الحتة دي تاني, nodular bacteria and leguminous plant such as beans, زي البينز,
البكتيريا فيكس نيتروجين ان 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 اورجانيك فورم، ان 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 اورجانيك فورم على هيئه مش اورجانيك، يعني مش بتديها الحاجه دي زي الوتر، لا بتديها لها كده ايه غاز. تو بروفايد ذا بلانت ويز ات. طب البكتيريا بتستفاد ايه؟ بتستفاد من الشوجر which made by a by plant. واشهر اكزامبل على الكلام ده هو النيدولار بكتيريا، هو النيدولار ايه بكتيريا. طيب دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي الميتيوليزم. يبقى الميتيوليزم ده الاثنين بيستفادوا من بعض، benefits from each other، يعني الاثنين بيستفادوا ايه من بعض. الديفينيشن على الكلام ده is a food relationship between two living organisms where both get benefits، الاثنين بيستفادوا. طيب خلينا نتكلم على الكومنسالزم، العلاقة التانية اسمها كومنسالزم. الكومنسالزم مختلفة عن الميتيوليزم، وانا بفكركم ان انا شغال في السيمبيوسس، تاني نوع من انواع العلاقات. السيمبيوسس ثلاث انواع، يا اما الاثنين يستفادوا من بعض زي النيدلر بكتيريا زي ما قلنا، الميتيوليزم زي ما النيدلر بكتيريا فيكس نيتروجين تو بلانت بتديله نيتروجين والبلانت بيديها شوجر. النوع الثاني اسمه كومنسالزم، واحد بيستفاد والتاني ولا بيستفاد ولا بيتضر. يعني مثلا انا باكل مثلا، وبعد ما اكلت في مثلا اكل فاض مني، فالاكل اللي فاض مني ده انا مش عاوزه، ماشي. ففي واحد تاني مثلا، ماشي، واحد غلبان مثلا، وقام جاي قام قايل لي ايه هو الاكل ده زياده، قلت له اه الاكل ده زياده، قام واكله. هل انا اتضريت حاجه؟ انا ما اتضريتش حاجه لان انا الحمد لله شبعت. طب هل انا استفدت حاجه؟ انا ما استفدتش حاجه لان انا كده كده اصلا شبعان مش عاوز الاكل. يبقى انا ولا استفدت ولا اتضريت. طب هو بقى، هو استفاد ولا ما استفادش؟ هو استفاد لان كان جعان وقام واكل. يبقى في العلاقه دي الراجل ده استفاد وانا ولا استفدت ولا اتضريت، انا بالنسبه لي عادي ده كان اكل زياده كده كده كان هيترمي. يبقى دي الكومنسالزم. الكومنسالزم من اشهر العلاقات اللي موجوده، اللي مثلا بتكون سمكه عملاقه، سمكه كبيره في البحر، والسمكه دي بيمشي وراها شويه سمك صغيرين ياكلوا الفتافيت اللي فاضله منها. والكومنسالزم هنا الديفينيشن بتاعها it is a superficial food relationship، دي عباره عن علاقه بين الكائنات الحيه مع بعض where one of them benefits، واحد بيستفاد from other while the other it، والتاني neither get benefit nor harmed، ولا بيجي له افاده ولا بيجي له ضرر. اقول تاني، ولا بيجي له افاده ولا بيجي له ايه ضرر، انما واحد بيستفاد والتاني ولا بيستفاد ولا بيتضرر. نايزر نور دي مستر الانجليش ممكن يشرحها لك، نايزر نور يعني ولا بيستفاد ولا بيتضرر. طيب دي الكومنسالزم. اكزامبل على الكلام ده التايني اكواتيك اورجانيزم اند سبونج. السبونج اللي هو ايه؟ السبونج ده اللي هو السفنج اللي في البحر، اللي هي الطحالب والشعاب المرجانيه وكده. الطحالب والشعاب المرجانيه دي كائنات موجوده في البحر، ففي بيترسب على السبونج ده بيترسب بعض الاكل، ماشي. الاكل ده بيكون حوالين السبونج كده، وبتبتدي الكائنات اللي هي السمك الصغير وكده يجي ياكل الاكل ده. طيب السفنج ما اتضرش، السبونج ما اتضرش، انما السمكه ايه استفادت. يبقى تايني اكواتيك اورجانيزمز، الكائنات اللي هي التايني اكواتيك جيت شيلتر، بتاخد الحمايه اند فود فروم كانلز اند فيشرز اوف سبونج which neither get benefit nor harm، السبونج ولا بيستفاد ولا بيضر. يبقى كده عرفنا ان
الميتيواليزم بوث جيت بنفيت، الكومنساليزم وان بنفيت اند ذا اذر نايزر جيت بنفيت نور هارمد. ماشي. النوع الثالث من العلاقات هو السابروفايتيزم، والسابروفايتيزم هي علاقه خطيره جدا ومهمه، فانا هشرحها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله علشان ما يكونش الدرس طويل عليكم. الباراسايتيزم نوع من انواع السيمبيوسس، خدوا بالكم ان احنا شغالين في السيمبيوسس. احنا شرحنا البريديشن وشرحنا ازاي بيدافع الكائنات عن نفسها، وبعدين دخلنا في السيمبيوسس، خدنا الميتيواليزم وخدنا الكومنساليزم. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض في الباراسايتيزم. بتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديوهات كويس، لينك الملزمه هتلاقيها تحت الفيديو على طول في الديسكريبشن، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.